مراحل سرطان دم هتختلف عن من الحد للزمن. اولا الحد هيظهر يعني بكلمه حد هيظهر بصوره سريعه بالظبط لا يتعدى حوالي شهر. انا مريض بيجي ان هو بدات عنده بعض الاعراض، ارتفاع حراره، بعض علامات احيانا النزيف، بيروح للدكتور، الدكتور بيقول له اعمل صوره دم، ما بتتاخرش وقت من اسبوع لشهر بكتير قوي علشان يكون عرفنا سرطان الدم الحاد. احيانا طبعا بيظهر معاه تضخم غدد الليمفاويه، تضخم في البطن نتيجه تضخم الطحال. اما سرطان الدم المزمن لا، الموضوع مختلف. سرطان الدم المزمن 70% من حالاته تكتشف بالصدفه، ودي ما فيش خطوره. واحد بيعمل شكاب، رايح يعمل فحص دم عادي خالص لاي حاجه تاني، ودي كانت موجوده عندنا في فتره الكورونا، ان الناس بتعمل فحص دم علشان الكورونا بيقولوا لا ده كرات الدم البيضاء مرتفعه روح للدكتور. مش معنى كده انه اتاخر، لانه هو مرض مزمن فما فيش مشكله. ليه؟ في الغالب المريض اللي هيجي يكتشف بالصدفه بتبقى دي مرحله بدايه من المرض المزمن، واحيانا كتيره بنقول للمريض انت حالتك كويسه، انت مش محتاج علاج في الوقت الحالي، فما فيش خطوره من اكتشافها. لكن في المراحل المتقدمة اللي محتاج علاج تبقى تظهر عليه بقى أعراض الأنيميا أو أعراض النزيف أو تضخم الغدد الليمفاوية. دي بالنسبة للمراحل اكتشفنا للمرض. طب إزاي إن أنا أقول للمريض روح لدكتور أمراض الدم؟ لازم تستشير دكتور أمراض الدم. غالبا بتبقى ظهرت المشكلة في صورة الدم، تحليل الدم العادي اللي هو بيبقى فيه الهيموجلوبين، فيه كرات الدم البيضاء، فيه الصفائح الدموية، هنا بتبقى المؤشرات اللي بتقول فيه حاجة. بعد كده احنا بقى كتخصص أمراض الدم ناخد خطوات تانية لتحديد نوع المرض.